masaajidyada waa goobaha ugu muhiimsan ee dadka muslimiinta ay ku cibaadeystaan waxaana lagama maarmaan ah in meel kasta oo qof muslim ah uu ku nool yahay laga helo masjid markaasi lagu cibaadeysto halkan waa xaafadaha buulo barwaaqo oo dhanka waqooyi ka xiga xarada qaxootiga dhagaxley oo ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxa ku nool qoysas dhawaan gal ah oo ka soo barakacay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya markii ay soo gaareen xariyaha qaxootiga dhadhaab oo halkan ay soo degeen qoysaska tirada badan ee halkan ku nool ilaa iyo hadda ma aan helin masjid dadka halkan ku nool ay ku cibaadeystaan qaar ka mid ah culimada oo diinka ku nool xarada qaxootiga dhagaxley isla markaana si rasmi ah ugu warhaya xaaladda halkan ka jirta ayaa codsaday in dadkan loo dhiso masjid ay ku cibaadeystaan iyadoo dadkani ay yihiin kuwa danyar ah oo aanu awoodin inay si iskood ah ay masjid u dhistaan qaar ka mid ah culimada oo aan la kulanay ayaa sheegay inay hayaan dhulkii markaasi masjidka lagu dhisi lahaa laakiin wax dhaqaale ah aanay u haynin dadka danyarta ah ee halkan ku dhaqan a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام مهد الله وإسكاله سبحانه وتعالى دادك مسلمين تأه محسنين تأه وحانو أغو باغينا أما أنو كعود سنينا إن أي كقيب غاتان لسمها بيت كإلهي هل كالغة تاقي دونو إن شاء الله تعالى ما انتنا أويهي لغا حدقيسة محايا لي رسول كينا صوبان وحو يري عليه الصلاة والسلام أولا قورينا يا إنه يري من بنى لله بيتا بنى الله بيتا في الجنة أو بنى الله مثله في الجنة نكي دساء يري نبي عليه الصلاة والسلام قري نكي دساوي إلهي درتين أو دساء السقا أو كلا أيو إلهي جنة أو قرد سيابو رسولك عليه الصلاة والسلام هداد غيب وين كقالتان هدى غيب وين أو قرية فربضان أو جنة لغا قرد سي هذا هو يسكو يرئيسان هذا هو يسكو يرئيي مركا محسنين تا مسلمين تا ميل كستو يجوغان هل كان جوغنو إيا ميلة كلابا دل إيا ديبت با وحان كعود سنينا إنا مسجد كاسي دسمه سكا قيب غاتان بإذن الله تعالى وبقى ينوش يغي قفكي مساعد إلهي دسو قروب إلهي أغود ديارينا يا جنة إخواني في الله مركان جزاكم الله خيرا كفى إذا سنة وأودك دقنا أنت أصبح مسلمين تملك سجوا أنك حسنينا جزاكم الله خيرا ولا ليال وعلماء سيدة أي نوش يغن ماشي أن جوغنو ودقح لي دولات كذا وأي دقينهين تدقى حوتي أو عصوب وها إنو إنك حسنينا دالك يدبدبا أنت محسنين تأه أو خير كجعل إن أي مساجد كان أي لسان أو أي كسو قيب قاتان كلنا سو حريران تليفون ندا إذن كم موقن دون شاشة دا ما الله دي سوحا أو خير بضا المساجد أنت أدون كالك كوركي سلغا دي سو مساجد با أو خير بضا أو رفا اللي بضا واجباتنا أي نغس حرام طي إن يعني أمد دا ديني أي إسلام كا إن مطغانا مساجد أي كتو كتو أم وحكو برطو إن الله دي سو وحاوي وواجب مقدسة قار كميدة هدتك هل كان دقين ايا نو شيغي ان انا يجرين الا اي هدى ميل اي كو عبادستان يغو شيغي ان اي باهيوين اقبان ان اي هلان مسجد اي كو عبادستان وحينا دتك محسنين تها اي خيرك جعر اي كو عصدين ان لسو قرب استاغا ما داما يغو اي هين دتك حوتيا او آدو نغول اسلام ركانا دانتا يو دروفه اي ودي دين ان اي سي اسكوت ده مساجد كوليستان يو هرت دتكي من آدن كأوهو إلهي درتيس واحدة أو كالمي هدتك كان كالمي ربان هاي اللي وإلهي درتي سنة نو كالمة كل إنك دد واحد ترن إلهي بأو كالمين دونا والحمد لله كل إسكده موه محن رمنا دكسي عن رمنا أو مدرسة مساجد عن رمنا علمه بنانك جوي قرآن كوان رمنا وحبرش وان رمنا الحمد لله مساجد كان أبا هنا هاي أمد بدن عن يرين يا ميشان يا كفر دين أو أم بأم يرين
sikastaba ha ahaatee dhismaha masjid ayaa ah waxa ugu wanaagsan ee qofka uu markaasii ku baxsan karo sadaqada iyadoona markaasii ay muhiim tahay in laga qayb qaato dhismaha goobaha khayriga ah aadan abdi abdullahi warbaahinta shabeelle xiri haradab abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada